عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ مع بعض نعمله الأكلة الحلوة ديت، خفيفة وجميلة جدا جدا، واللي موجود في البيت يتاكل. حبايب قلبي ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. ان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم والفيديو نول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة، اللي مش شاركش في القناة يشترك، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، وصلى على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله هندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح، ندعي لهم عن ظهر غايب يا رب، يجعل الايام المفترجه اللي احنا فيها ديت وبمناسبه مولد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان ربنا ينصرهم على من يعاديهم ويكفيهم شر اللي يتقوا شره ويبعد عنهم الشر والاذى، ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، ويرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم امين يا رب العالمين. يطعمهم من جوع امنهم من خوف، الا ان نصر الله قريب. يا رب يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، ينصرهم على من يعاديهم ان شاء الله، ويصلح حالهم جميعا اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي جاي عايزين نعمل اكل النهارده فما عندناش اكل، طب نعمله ايه؟ كنت شايله حبه شوربه فراخ حبايب قلبي في قلب علبه في الثلاجه، وعندي كيس قلقاس، وطبعا السلق ببقى شايلاه تمام كده، ببقى سلقاه ولما يبرد بشيله، طبعا احنا عملناه قبل كده مع بعض، وهو جاي الشتا برده للاسف هيطلع الجديد ان شاء الله، نبقى نعمل ايه الاكله دي الطازه كده مع بعض باذن الله ان شاء الله حبايب قلبي. بس هي والله ما بتفرقش يعني ان هو لسه طالع او مثلا موجود عندك في الثلاجه، ما بتفرقش كتير، بيبقى نفس الطعم طالما بتعملي نفس الحركات نفس التكات بتطلع معاكي نفس النتيجه ان شاء الله باذن الله. جبت طلعت القلقاس وهو متجمد حبايب قلبي، رحت حطاه في قلب الحله بتاعتنا وحطيت عليه الشوربه، وبعد كده رحت بشره طبعا، والسلق اللي طالما متشال ما ينفعش ان انت تسيبيه لما يفك خالص، هيبقى ميه ومش هينفع معاكي، وهو متلج زي ما هو. بتمسكي المبشره تبشريه كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، انا بشرته على ايه؟ على القلقاس تمام كده. وبعد كده جبت ايه حبايب قلبي؟ جبت قشرت راس ثوم صغيره، وجبت حزمه كزبره مسكتها نقعتها نقيتها وغسلتها ونقعتها بخل، وبعد كده رحت شطفها شطفه كويسه وحطيتها خرطتها في قلب الهون، وحطيت عليها راس الثوم اللي احنا دقناه مع حبه ملح صغيرين عشان نراعي ان احنا في ملح في الشوربه حبايب قلبي عشان الاكل ما يحدقش مننا تمام كده. انا بس بحط حبه ملح صغيرين مع التومه عشان بس تساعد في الهرس بتاع التومه تمام كده. دقتها مع الكزبره والتومه حبايب قلبي لحد ما نعمتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا حطيت حته السمنه في قلب الطاسه اللي احنا هنقلي فيها ان شاء الله تمام كده. هنرفع بقى القلقاس على النار، ولما يغلي ويستوي ان شاء الله هنبدا نحمر ونطش القلقاس. هتبقوا معايا واحده واحده، يا رب طريقتي دي تعجبكم وتجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ناس كتير بتعمله بطريقه مختلفه حبايب قلبي، على راي المثل ما بيقول كل دار وليها مدار، وكل واحد بيعمل اللي اتربى عليه وطلع عليه. الله يرحمها امي معودانا على ان احنا بنعمل القلقاس بالطريقه ديت، مفيش احسن ولا انضف من الطريقه دي حقيقي بجد. اعتمديها حبايب قلبي، انا مش بفرض عليكي رايي، انا بقول لك على الحاجه الكويسه، انت حريه شخصيه ليكي، عايزه تعملي بالطريقه بتاعتي ماشي، مش عايزه دي حريه شخصيه برضو ليكي تمام كده. يا ريت يا حبايب قلبي اللي يتفرج على الفيديو يحطوا اللايك، لان انتم مقصرين معايا في اللايكات معرفش ليه تمام كده. يا ريت نحط اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد، عشان عيلتنا تكبر حبايب قلبي. ويا ريت تعملوا شير للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم، ويدينا ويرادينا كلنا. حابه رب ارحب بكل اخواتي اللي دخلوا القناه جديد، واللي معايا من اول من خارج مصر ومن داخل مصر، ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، وما تحرمكم ما تحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي بتحطوها لي، كل كومنت بتحطوه لي كويس وان شاء الله ولكم بالمثل. ربنا يصلح حالنا جميعا ويرضينا ويرادينا ويناول كل من اللي نفسه فيه. خليكم معايا حبايب قلبي لما ارفع القلقاس على النار ويستوى هوريه لكم، خليكم معايا. بص كده غالي زي ما انتم شايفين كده لحد ولاية الحباية، بسم الله ما شاء الله، تدوسي عليها كده بس طبعا بيغلي زي ما انتم شايفين كده. شايفين كده هرفعه بقى من على النار ركنه على جنب، ونبدأ نقلي التومة بالكزبرة. خليكم معايا كده، حطينا ايه؟ حطينا التومة طبعا اللي دقينا مع الكزبرة الخضراء وحبة الملح الصغيرين مع السمنة، هيتحمروا بقى حبايب قلبي كده لحد ما احس ان هي اتحمرت. اول ما هوصل للقوام اللي انا عايزاه في التحمير هوريه لكم عشان نفضيها على القلقاس. خليكم معايا. بصوا حمرنا الكزبره مع التومه لحد ما بقت جميله زي ما شايفين ده. بسم الله الرحمن الرحيم،
بقى تشم ريحة ولا تدوقيه. بسم الله ما شاء الله حاجة كده بيبقى روعة روعة ان شاء الله. يغلي بقى بالتومة والكزبرة كده ويشرب من الملح وكلي بقى احلى والقاس حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا نسيبه يغلي بس يشرب من التومة ويشرب من الملح. هو كده كده مستوي تمام كده ان شاء الله. نعمل حبة رز جنب منه وده الغداء بتاعنا النهارده. يعني مش شرط نمشي حالنا ونمشي امورنا، مش شرط لحمه، مش شرط فراخ، اللي موجود في البيت يقضي ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله ويحل لقمتنا كلنا. يا رب اكون عند حسن ظنكم واكون فعلا قادره اوصل معلومه وتكونوا تستفادوا مني ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي لما نعمل الرز واغرف الاكل مع بعض واغرفه لكم، ربنا يصلح حالنا جميعا ويحل المسلمين اجمعين. ما تنسونيش في اللقاءات الجميله اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد. خليكم معايا حبايبي. ايه رايكم بعد ما عملنا القلقاس وعملنا الرز بالشعريه؟ طبعا الرز انا عملته مع نفسي، ما صورتهوش حبايب قلبي وانا بعمله لان هو سهل وبسيط وما فيش حد مش ما بيعرفش يعمل رز تمام كده. انا عارفه ان حبايبي كلهم شاطرين، ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نقول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير، فعلوا زر الجرس اللي ما اشتركش في القناه يشترك، حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله وصلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.